أعماق التاريخ في لحظة بتشكل الأمم، لحظة بتختبر عصبية الأفراد وتوحد قلوب الكتير مننا. ذكريات مصر أكتوبر حفرت نفسها في سجلات قصة مصر، بتمثل إلى الأبد فصلا من الشجاعة والتضحية والانتصار. قلوب مثقلة بالشوق احتضنت أحبائها وتدرك أنها ممكن ما تشوفهمش تاني، ومع كل ده لقوا القوة في حبهم لوطنهم، إيمانهم الراسخ وإن النصر في المتناول إليهم. النهارده وإحنا بنبص على الذكريات دي، إحنا بنكرم الأبطال اللي نضلوا من أجل حريتنا، بيتردد صدى شجاعتهم عبر العصور عشان يفكروا من القوة اللي فينا كلنا. أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ. وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها. الحب ده غنوة كلها ذكريات انتصار اكتوبر، ذكريات حيه محفوره في قلوبنا تري من الاجيال القادمه، الارتقاء فوق الشرائط وصياغه مصير جديد، مصير ستهرب مصر منه دائما منتصره، لان مصر ليست ارض فقط بل مناره للامل وتكسيك للروح الانسانيه التي لا تقاوم.